السلام عليكم طلاب، اليوم الفيديو الثاني راح يكون عندنا من الفيديوهات الخاصة بالويندوز سيرفر 2012، هو الفيديو على الويب سيرفر. الفيديو الأول كان عن السيرفر اللي قبله اللي هو DNS سيرفر، وبينا شنو الفورورد وبينا الريفرس. هاي كلها المحاضرة الخاصة بالDNS سيرفر. إن شاء الله أنا جمعتهم كلهم بملف وورد واحد، انزلكم اياه ان شاء الله على قناة التليجرام. هسه نجي على السيرفر الثاني. هذا السيرفر الثاني اللي هو الويب سيرفر ان شاء الله، حتى بعده نبدي نشرح عن ال FTP سيرفر. الويب سيرفر طلاب ايضا راح نشتغل، مهم يعني كل من السيرفرات راح نشتغلون على VMware Workstation. الويب سيرفر هو السيرفر الخاص او المسؤول انه يروح يجلب صفحات، شوفوا صفحات مخزونة على النت، من راح يطلبها الكلاينت او اي شخص. مثلا حتى لو انت تبحث بالنت على صفحة ويب معينة، هذا السيرفر هو راح يروح يجيب لك هاي الصفحة من النت. طبعا هاي الصفحات هي عبارة عن صفحات مبرمجة بال HTML وال PHP، فهو هذا السيرفر راح يروح يجيب الصفحات اللي مبرمجة بالانترنت او العفو المخزونة بالانترنت، يجيبها للمستخدم. بداخل هذا السيرفر اكو مرتبط بداخله بروتوكول اللي هو HTTP. دائما كل ما نبحث على صفحه معينه راح اشوفهم فوق باللينك مال البحث اكو فد عباره مكتوبه اسمها HTTP اللي هو شنو. هذا بروتوكول داخل الويب مختصر للهايبر تكست ترانسفير بروتوكول. هو يعني يعتبر كانما وسيط بين المستخدم، بين الكلاينت وبين الويب سيرفر، يترجم له الاعازات اللي يريدها المستخدم. مثلا المستخدم هسه بحث على فلان صفحه، هذا البروتوكول الهايبر تكست ترانسفير بروتوكول هو ينقل هاي الاعازات ويترجمها للويب سيرفر. دوره الويب سيرفر بدوره راح يجي يجيب هاي الصفحه ويعرضها للمستخدم على شكل صفحة HTML أو بقية اللغات المبرمجة. هسه حاليا راح نروح نشوف خطوات الويب سيرفر، هذا البرنامج اللي شرحنا عليه بشكل المحاضرة. طلاب أنا حاليا منصبت الويب سيرفر اللي هو هذا ال IIS اللي هو عبارة عن Internet Information Service. بس أنا بيش المحاضرة ما علمتكم شلون إذا السيرفر ما موجود شلون تضيفه داخل هذا البرنامج، فهسه بشكل سريع راح أعلمكم عليه. أما تجون من أنا Add Rules and Feature أو من المانج ترحون يقولوا له Add Rules and Feature، راح تطلع لكم هاي الويندو، راح ترحون يقولوا له Next. أوكي Next. اسم السيرفر هذا أنا منه راح تختارون السيرفر اللي تريدوا. خل نشوف هنا، هذا ثاني الويب سيرفر، هذا منصب تشوفوا تقولكم انستولد. بس إذا كان ما منصب بس هنا تختارون تدخلون على مصح وتقولوا له نيكست وراها انستول وفنش وتطلعون خلاص. بس هو أنا لأن هنا أنا منصب تطالع لكم إن شاء الله السيرفر اللي بعده نصب سوية اللي هو هذا. أما ترحون من هنا وهذا الاسم السيرفر مثل ما قلت لكم، كليك ايمن عليه ترحون على هذه انترنت انفورميشن سيرفيس اللي هو الاي اي اس مانجر اللي هو الويب سيرفر او منه من التول. هذا طلعت لنا هاي الواجهه. هذا طبعا طلع كل ما تفتحون سيرفر راح يطلع لكم هذا اسم السيرفر مالتنا. اوكي هنا على هذا السهم تضغطون، نقول لك كانسل، على هذا السهم تروحون للسايت. قبل كليك على السايت على الجهه اليمنى مالتكم اللي فوق، بعد الجهه اليمنى راح تطلع لكم اد ويب سايت. هاي هنا اد ويب سايت راح تختاروها، تطلع لكم هاي مجموعة معلومات انه لازم تملوها. هنا أنا السايت نيم، شنو تردون تسمون السايت نيم؟ اي اسم يعجبكم. مثلا هنا أنا راح نقول نتورك. اوكي هنا أنا الابليكيشن بول، راح اي معلومات نكتبها هنا تنعاد. هنا أنا الفيزيكال باث، الفيزيكال باث طلاب هنا أنا الصفحة اللي انت مسويها، صفحة انا اقدر ارفعها للنت
وأنا مسويتها ومبرمجتها صفحة ويب كاملة يعني بالHTML. وين موجود موقعها الثاني حاليا؟ ما برمجتها بس لقيتها صفحة جاهزة موجودة بالحاسبة. وين موقعها؟ وين نلقى؟ خلني نشوف وين نلقى. كبر الشاشة، نروح هنا على الفايلات، أنا مخليتها هنا بالسي بهذا الملف، على هذا الملف. طبعا هاي ان شاء الله الطلاب بالامتحان من تمتحنون بالفاينل سواء الويب سيرفر او الاف تي بي ان شاء الله هم راح تواجهكم نفس الشيء، تردون الملف عادي تسألوننا وين نخليه فنجاوبكم على موقع الملف وين، يعني مو بالضرورة تحطوه. فنفوت على هذا، هسه انا هاي الصفحة بخليتها هنا أنا. صفحة طلاب اللي هنا HTML هي صفحة فارغة حطناها، هذه راح تطلع الواجهة مالتها. انتو يعني مثلا اي صفحة جاهزة او صفحة برمجوها عادي اي شيء تخلون بيها، بس هسه المهم الفكرة. فالإكستنشن مال الصفحة اللي راح نرفعها على النت موجود باللوكال سي. هسه دا يسألني وين موجودة الصفحة الفيزيكال باث مالتها، راح نختار اللوكال سي. فهسه طلاب هنا أنا طلب من عندنا الفيزيكال باث، خلينا وين هسه احنا خلينا شلنا الملف مال HTML هو بالسي. التايب HTTP والاي بي ادريس، راح تخلي الاي بي ادريس مال حاسبتك اللي هو هذا الاي بي ادريس مال حاسبتنا، نقول له اوكي تمام. نضاف عندنا هذا الويب سايت اللي احنا سميناه نتورك. خلي نروح هسه نفتح المتصفح هنا أنا. راح نبحث على الاي بي مال حاسبتنا، راح تطلع صفحة ال HTML اللي احنا رفعناها بنفس الحالة بقية المعلومات او الصفحات شنو تحبوا تملوها باي معلومة. هذا بالنسبة للويب سيرفر، تعلمنا شلون نرفع بيه الصفحات على النت. وراها ان شاء الله الفيديو الجاي راح يكون عن ال FTP سيرفر.